هاي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة عامة. هالقراءة رح تتحدث عن برج القوس، مش حاول احكي فيها عن الاحوال العاطفية لإلك ولا الشريك، وكذلك رح تتحدث عن الاحوال العامة، رح تتحدث كذلك حتى عن العزاب، رح نشوف شو بخبئ لهم هذا الشهر. وهذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، وفي امكانية انه تكون قراءة عكسية، وخاصة اذا تكلمنا عن الوضع العاطفي. بالنسبة لك يا برج القوس، عم شوفك كأنه عندك آمال لتحقيق هدف أسمى، ممكن كأنه عندك مثلا هدف أنه تسافر، أنه تجول العالم، عندك هيدا الحلم. عم شوفك كأنه صار لك خسارة أو صار لك خيبة أمل، كأنه عم تحس أنه هذا الحلم شيء شوي صعب أنه تحققه، اوكي، او في شيء او في شخص او في شيء يحول بينك وبين تحقيق احلامك. عامة برج القوس شخص بحب الحرية، بحب السفر، بحب الاكتشاف، فهيك انا عم شوفك، بحسك انه انت بدك تكتشف شيء معين، وعم شوف في شيء يقف امام هذا الحلم، او ممكن بدك انه تبدا مشروع، تبدا شغل، تبدا شيء، يعني انا عم شوفك شيء تريده بشده، تبحث عليه، وعم شوفك حتى انه عم تدعي الله لتحقيق هذا الحلم. عم شوفه بالنسبه للشريك، عم شوفه عم يفكر فيك، هذا الانسان بحبك، ممكن انتم مبتعدين عن بعض لانه عم شوف في طاقة الابتعاد، عم شوفكم وعم شوف للشريك، خاصة الشريك عم شوفه عم يفكر فيك، عم يفكر بهذا الحب وبهذه طاقة الحب التي كانت بيناتكم، وعم شوفه كذلك على انه هذا الانسان ممكن قال كلام شوي جارح بالنسبة لإلك، او ممكن كان في شخص كان في نوع من الكبر أكثر بهذه القراءة، أو تكبر عليك، ممكن كان عم يتعامل معك بشكل غير طيب يا برج القوس. عم شوفه كذلك هذا الإنسان يفتقد السعادة من دونك، أوكي؟ هذا الإنسان منه سعيد أبدا، لأنه عم يحس أنه حياته ليست سعيدة لأنه لا يعيش أو لا يكون معك. بالنسبة لإلك عم شوفك مدمر القلب، عم شوفك كأنه تتجه أكثر إلى المضي قدما بحياتك وبمستقبلك بأشيائك الحياتية، وتبتعد عن هذا الإنسان. عم شوفك كذلك ممكن تريد أو تتمنى دائما، ممكن عم تعمل او ممكن عم دائما عم تراقب تليفونك، هل اتصل فيك، هل بعت لك مسج، بتسأل عنه، ممكن عم تراقب لهذا الشخص، بس عم شوفه ممكن منزوي وما عم يعمل ولا خطوة. بالنسبة لإله الامر ممكن للبعض منكم سبب الخلاف كان ممكن الشك والغيرة، وللبعض منكم كذلك كان في مثلا الشريك طلب منكم علاقة جسدية وانتم رفضتوا هذا الامر. عم شوف كذلك على انه ممكن للبعض يكون هذا الانسان حسيتوه شوي نوعا ما صبياني، يعني معاملته معكم كانت صبيانية، ما كان بنفس المقام اللي انتو كنتو حاطينه. عم شوف كذلك على انه كل واحد قاعد ببيته، قاعد يهتم باموره الخاصة، عم شوفكم مبتعدين عن بعض، بس عم شوفه هو يريد الرجعة او يريد بداية جديدة يسعى فيها الى الاستقرار اكثر. عم شوفك يا برج القوس اكثر عم تهتم لعائلتك، لاهتمامك بشكلك اكثر، عم تهتم لعملك وأهدافك، كأنه أهدافك صارت هي الأولوية بحياتك. بالنسبة كذلك لنيتك، عم شوفك كأنه تريد أن يذوق هذا الإنسان نفس الذي ذقته بعد ما هجرك، أوكي؟ أما هو فعم شوفه يريد أن تتصلح الأمور ويرجع هذا الإنسان لحياته، لحياتك، أوكي؟ بس عم شوفه هذا الإنسان ما قادر ياخد خطوة، أوكي؟ ما عمل مقادر ياخد خطوة تجاه الإصلاح. أنا عم شوفه يظهر أنه محتفظ بمشاعره، محتفظ بالأشياء التي تخصه ولا يبوح بها لأحد، ممكن ما رح يعمل خطوة بشهر يونيو إذا أنتم مبتعدين عن بعض، بس عم شوفه أكثر رح يفكر فيك، رح يضل يراقبك من بعيد،
هيدي الطاقة اللي أنا عم شوفها يتجه إليها، أوكي؟ عم شوف كذلك حتى إنه الوضع المستقبلي رح يضل فيه هذا النوع من الـ 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 الكبر أكثر أو الابتعاد عن بعض. عم شوفه عم يعمل بلوك، وأنت كذلك عامل بلوك، ما عم تحكي مع هذا الإنسان. عم شوفكم شوي هيك في نوع من الكبر بالعلاقة. ممكن تتعامل أنت يا برج القوس مع برج السرطان أو تتعامل مع برج الأسد. عم شوف كذلك الأبراج الترابية والهوائية بامتياز، الهوائية عم تظهر بامتياز. عم شوف كذلك ممكن تتعامل أنت مع برج الثور. كمان هون عم شوفها كنصيحة على أنه بيقول لك أعمل يعني كتير مجهود عشان تنجح هذه العلاقة، لأنه بيقول لك أعظم الحب وأجمل الحب يتطلب خطوات مشان تنجحوا، اوكي؟ عشان بيقول لك انه يعني ما تفكر انه العلاقه حتى لو كان فيها حب رح تنجح، لازم تعملوا مجهود يعني انتوا الاثنين عشان تطوروا هذه العلاقه اذا كنتوا تريدون الرجعه واصلاح الامور. عم شوف كذلك على انه في عزيمه، هذا الانسان عنده رغبه ملحه انه يكون معك، انه يكون بجنبك، بس ممكن ما عم يعمل خطوه. لهيك بقول لك انه احلامك، او هيدي مسج اكثر للشريك، انه الاحلام تحتاج لشيء فعلي. يعني ما رح مثلا تضل انه تفكر بهذا الانسان وتقول ليش ما عم يحكي معي، لازم تعمل خطوة لأرجع هذا الإنسان. كمان هيدا الكارت ممكن أنا ممكن أحكي فيه على أنه إذا عندك إحلام يا برج القوس، فمجرد التفكير بالأحلام لن يصنع أو رح يجعلها حقيقية، لازم أنت تعمل شيء فعلي عشان تتحقق هذه الأحلام، أوكي؟ بالنسبة للعزاب عم شوف أنه عم شوف هون أكثر ممكن عم شوفهم يتواصلون على الإنترنت أو عندهم عدة علاقات. عم شوفهم كأنه صار عندهم عدم رغبة بالعلاقات، كانوا عم يشوفوا إنه العلاقة اللي الكل عم يتسلى فنتسلى كمان إحنا. عم شوفهم رغبتهم بالحرية صارت أكبر. عم شوفهم يلتجئون إلى الحرية بصفة كبرى. عم شوفهم ممكن كان عندهم رغبة إنه يكون في زواج، بس الأمور دائما كانت عم تمشي بشكل عكسي. حتى صار عندهم حتى هن صاروا يعني شوي هيك لعوبين مثل العالم اللي صار هلأ كله يتلاعب بالآخر. بالنسبة للطاقة العامة عم شوفها لأنه أوكي عم شوفك أكثر تهتم ل عم تتذكر الذكريات أكثر. عم شوفك تهتم أكثر بالذكريات والطاقة تبع الماضي. عم شوفك تريد أشياء، ممكن عندك رغبة إنه تجني مال، بس ممكن يائس جدا أو ما عندك طاقة وعندك باور إنه يعني تعمل مجهود بهذا الموضوع. عم شوف يعني يدوب عم تركز أو يدوب عم توازن بين أمورك الحياتية. عم شوف أنه عندك طاقة كتير كبيرة أو عندك اتجاه كبير تجاه علاقات الحب. عم شوفك أنه بتضل تفكر بهذا الإنسان، بتضل تفكر هل بعت المسج، هل تكلم معي، هل يريد يعني، وتسأل هذه الأسئلة. ممكن البعض ممكن بيتفرجوا دائما أو عم يشاهدوا دائما الفيديوهات تبع التاروت ودائما يتساءلوا هل هذا الإنسان يحكي معي أم لا، بس ما عم شوف في خطوة تجاه تحقيق أحلامك المادية ولا تحقيق أحلامك العاطفية، أوكي؟ عم شوفك حائر تجاه أحلامك، خاصة إذا كان عندك يعني رغبة بتحقيق مشروع مادي. فأنا عم شوفك عم تتخبط بالأمر، عم شوف الأمر غير ناجح،
بدك انه كانه تحصل معجزه لتغيير الامر. اوكي، بقول لك اذا عندك مثلا مشروع، اوكي، اذا عندك مشروع اصحاب برج القوس وهذا المشروع منه ناجح، فحاول انه تعمل له اشهارات على الانترنت، اوكي، على السوشيال ميديا، على الانستغرام، على الفيسبوك، اي شيء ممكن يعمل لك اشهار لهذا المشروع. كمان عم بقول لك انه حاول انه تنتبه من اشخاص ممكن على الانترنت، ممكن يكونوا اشخاص خادعين، اشخاص متلاعبين، ممكن هذه الناس تتلاعب، او ممكن هذه الناس تريد سرقة مالك او عمل شيء غير جيد بالنسبة لبرج القوس. اهتم اكثر بالاعمال والنجاح المادي يا برج القوس. حاول اذا انت ما عم تشوف انه الوضع العملي بالجيد فاستشير شخص جيد جدا، لانه عم شوف كانه اذا انت مثلا استشرت شخص خبير بموضوع العمل والعلاقات ممكن يوجهك بشكل جيد نحو النجاح. اوكي، بالنسبه للصحه نشوفكم شوي اهتموا بالاعيون، ممكن كثرة مشاهدة الفيديوهات ومشاهدتكم للتليفون وللتلفزيون عم تأثر بعيونكم. انتبهوا شوي على الظهر، اهتموا أكثر واتجهوا أكثر للصلاة والتعبد، اهتموا أكثر بالجانب الروحاني، اهتموا أكثر للجانب، اهتموا بنفسكم اكثر. اشوف انه الطاقة تقول او تقول دائما لك انه اهتم او اعمل خطوات او اعمل خطة ممنهجة لاتباع او حصول على ماذا تريد. بقول لك انه لازم تتبع خريطة او تتبع خطة محكمة عشان تحصل على ماذا تريد. هذا كل شيء كان بالنسبة لبرج القوس، بتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.